يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وأصلي وأسلم على النبي المختار وآله الأبهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم إلى يوم الانفطار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحرب على الإرهاب قصة قديمة وفرية عظيمة، فما هو الإرهاب؟ الإرهاب هو زعزعة أمن الأبرياء وزعزعة أمن المواطنين الشرفاء وقتلهم بغير جرم والاعتداء على أمنهم وعلى أموالهم وعلى أرضهم، هذا هو الإرهاب. لكنه إذا فعل من طرف الصهاينة المجرمين الإرهابيين فماذا يسمى؟ لا اسم له، إنما هو الظلم والغطرسة والفساد في الأرض. الصهاينة يدقون المنازل والبيوت على رؤوس الأطفال والشيوخ والنساء بالليل وبالنهار علنا نهارا جهارا، فأين هم دعاة حقوق الإنسان؟ أين هم دعاة حقوق الطفل؟ أين هم دعاة حقوق المرأة؟ أين هم أصحاب الإنسانية وأصحاب القلوب المرهفة، القلوب التي امتلأت حنانا على الكلاب والقطط والخنازير؟ أين هم من بني البشر؟ أم هؤلاء ليسوا ببشر عندهم إنما هم أرقام وأعداد؟ أمريكا ومعها عشرات من الدول حينما ضربت أو ضرب محل التجارة العالمية كانت الحصيلة ماذا؟ كانت الحصيلة في زعمهم والله أعلم بالحقيقة كذبهم المزيف، يقولون بأنه مات في الأبراج 2752، وهذا عدد هائل لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه. هذا تهديد للإنسانية وتهديد لأمن الأبرياء. كم مات عندهم؟ 2752. ليسوا كلهم أمريكيون، بل عدد كبير منهم يتجاوز النصف
من خارج بلاد أمريكا، ولكنهم بزعمهم يقولون نحن لسنا ندافع عن العرق الأمريكي، إننا ندافع عن الإنسانية جمعاء. ما هذا الافتراء؟ المجرم الظالم الكافر الفاجر حمار وليس بأسد، يقتل أكثر من 100,000. أين هي 100,000 من 2000؟ وأين 2000 من 100,000؟ أليس هؤلاء ببشر؟ أكثر من 100,000 قتيل، ومئات الآلاف من النازحين المتشردين، عشرات الآلاف من اليتامى والأيامى والثكالى. هؤلاء ليسوا ببشر. إن بني صهيون، وكان الناس يقولون اليهود، ولا يعلمون بأن اليهود ومعهم المنافقون ومعهم الصليبيون ومعهم المجرمون من العرب ومن غيرهم، اتفقوا على سفك دماء المسلمين واسترخاصها. أرخص دم في العالم اليوم هو دم المسلم. لكن لا تحزن، لا تحزن، فإنه في الميزان الحقيقي أغلى دم عند الله عز وجل. إنه غال عند الله. إن كان هذا الدم غال عند الله فلا يضرك أنه رخيص عند غيره. والحمد لله أن هناك محكمة إلهية، والحمد لله أنه يوجد رب ليس بظلام للعبيد. الحمد لله الذي قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يوم القيامة سيكون الحساب عسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا وعيد وتهديد. يقول لك الله عز وجل أنا الذي سأتكلف بحساب هؤلاء، أنا الذي سأحاسبهم، فذرني وإياهم. إنما الدنيا زائلة، فليقتلوا ما شاءوا، ولكن لا تنسوا أنهم كذلك يقتلوا منهم. إن أرهبوا أطفال المسلمين ونساءهم فإنهم قد جاءهم رعب من تحت أرجلهم ومن فوق رؤوسهم، لا يدرون. وأنا أقول المجاهدين، أنا أقول المجاهدون في غزة، هذه مقاومة ولكنها جهاد. نسأل الله عز وجل أن يرزق أصحابه النية الصادقة، وأن يوفقهم وأن ينصرهم على عدوهم. يأتونهم من تحت أرجلهم من الأنفاق ويرسلون عليهم صواريخ، وإن كانت خليلة صغيرة فإنها تفعل ببني صهيون الأفاعيل، لأنهم أحرص الناس على حياة. بمجرد أن تنطلق صافرات الإنذار حتى يرتفع الضغط ويندفق ويتدفق الأدرينالين في عروقهم وفي أجسامهم، فيحل في أماكنهم الآمنة التي ظنوها كذلك الخوف الشديد، لأن الله عز وجل يقذف في قلوبهم الرعب. لا نتعجب من
اليهود، ولكن أنا خصوصا لا أتعجب، ولكن الناس يتعجبون، يتعجبون من المنافقين في مصر، ورأسهم كبير النفاق السيسي، ذباب السيسي وليس السيسي، رأس المنافقين ورأس المجرمين الذي قتل المسلمين قبل أن يقتلهم الصهاينة. إن كان العدوان إلى يومنا هذا الظلم والقتل والبطش قد وصل بشهدائنا، نعم أقول شهداء، فقد جمعوا بين أنواع الشهادة الحكمية والحقيقية، فمقاومتهم وجهادهم ضد اليهود أعداء الرسل وأعداء الله وأعداء المسلمين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قتل اليهود إلى يومنا هذا أكثر من 1400 من إخواننا في غزة، من الأبرياء للأسف، من النساء والشيوخ، صوبوا قوتهم المتطورة، جيشهم الشجاع يقصف الرقع والشيوخ الركع، يقصف المساجد ويقصف الأطفال على رمال الشواطئ، لا يفرق بين رجل إسعاف ولا رجل إطفاء ولا رجل إعلام، إنما هؤلاء أعداء للإنسانية. وأذكركم وأذكر نفسي أن هذه الحرب إنما هي حرب للتطهير العرقي، لا تظن أنهم يصيبون الأطفال بالخطأ أو يصيبون النساء بالخطأ، بل عن سابق عمد وإصرار وترصد يريدون أن يقضوا على النسل الفلسطيني، ولكن هيهات هيهات، خافوا وخسروا وخسروا. لقد صرح رجل فلسطيني بقوله، يقول بأنه مات في حيه 8 من الشهداء، يقول وأنا عندي 3 نساء كل واحدة قد ولدت توأمين، قالوا فاقتلوا ما شئتم، اقتلوا ما شئتم من الشهداء ونأتيكم نحن بشهداء جدد. وقد وضعت صورة على صفحتي لامرأة فلسطينية في غزة ولدت 4 من الأولاد، 4 أولاد في مرة واحدة، يريدون ليطفئوا نور الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون، ولو كره الصهيونيون. لقد ظهر عندنا المنافقون الذين سبق أن قالوا لإخوانهم اليهود، ألم تر إلى الذين نافقوا؟ هؤلاء الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. منافقو ذاك الزمان، هنا منافقون آخرون، إعلام مصري غاشم ظالم، وجيش مصري منافق مجرم ظالم يوجه سلاحه إلى أبناء شعبه ويترك اليهود وهو إنما تسلح بزعمه ليدافع عن المواطن المصري ويدافع عن أرض بلده، فإذا به يدافع عن اليهود الصهاينة، بل وأكثر من ذلك يقول لهم اضربوا أهل غزة. هذا النفاق قد أخرج قرونه وأبان عن سمومه، بل تجاوزوا ذلك إلى الطعن في بلدنا. الإعلام المصري الهابط المنافق يسب بلد المغرب، بل وي
يعني دعوة الحرب على الكذب، حرب على الإرهاب. أي إرهاب؟ العدوان قتل إلى يومنا هذا أكثر من 1400. الخسيسي، ثبان السيسي وجنوده وأعوانه قتلوا في ميدان التحرير ورابعة ومصطفى ورمسيس أكثر من 3000، وهناك من يقول العدد أكبر. هؤلاء الصهاينة، وانتبهوا، يوجد منهم بيننا الكثير الذين كانوا يدافعون عن حقوق المرأة وحقوق الطفل. ما لي أراكم لا تنطقون؟ ما لي أراكم صامتون؟ أليست المرأة الفلسطينية امرأة؟ أليست المرأة المصرية امرأة؟ أليس الطفل السوري طفل؟ أليس الطفل العراقي طفل؟ أليست المرأة والشيخ الأفغاني بشيخ؟ أين هي الإنسانية؟ إنها إنسانية ما لم تكن مسلمة. في أفريقيا الوسطى، في بورما، في كشمير، في أفغانستان، في الشيشان، في داغستان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في مصر، هذا ليس بدم إنسان إنما هو دم البعوض. بل لو قتل هذا العدد من البعوض لقام من يدافع عن البعوض بزعمه أنه يدافع عن حقوق الحشرات. ولكن أنا أقول لكم، عودوا إلى رشدكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الذين ينادون بالقومية العربية أين هي؟ تدفع أموال العرب لقتل الأبرياء، لقتل المسلمين، وإن كانوا إخوان، كانوا إخوان مسلمين، أليسوا ببشر؟ أليسوا ببشر؟ أليسوا بمسلمين؟ لا، قالوا هم كفرة. من هم التكفيريون الآن؟ أين هم؟ أصبحت لا أعرف من هم التكفيريون. من هم؟ الآن الإعلام المصري والداخلية المصرية ترتكب الجرائم وتمسحها في الإخوان المسلمين. يفجرون مقرات الشرطة وبعض الكنائس بعد أن يعلموا أصحابها بأن يفرغوها. حتى أصبح هناك شعار في مصر يقول: إذا لم تدري من الجاني فسميها في إخواني، إذا لم تدري من الجاني فألصقها بإخواني. إذا أصبحت هناك جدة لا تدري من الذي قتل صاحبها، قل إخواني. إذا شب هناك حريق ولم تدري من أضرمه، قل إخواني. إذا كان هناك غلاء في الأسعار سميها في الإخوان. لكن الله عز وجل فضحكم، فضحهم والله. وسأتم إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حق الحمد وأوفاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع أثره واقتفاه. القومية العربية مسألة مذمومة ودعوى جاهلية. إنما نحن أمة مسلمة ولسنا بأمة عربية، لأن نبينا وإن كان عربيا فإننا أرسل للناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فلا تنسوا هذا.
يقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولسانه عربي والقرآن عربي فهذا لا يعطي ميزة للأمة العربية أبدا، إنما هو ميزة للسان. فقد يكون الإنسان فرنسيا ويتحدث بالعربية، فالفرق للغة وليس لأهلها. أشكد قول نعم، الفضل للسان وليس لأهل اللسان. كما تعلمون أن أول صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول من فتق الله لسانه بالعربية الفصيحة هو إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام ليس بعربي، ونبينا صلى الله عليه وسلم من العرب المستعربة وليس من العرب العاربة. اسمع، نبينا صلى الله عليه وسلم من قسم من أقسام العرب. العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عرب بائدة أبادها الله بطغيانها فلا فضل لها، عرب ولكنهم أبادهم الله وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، هؤلاء عرب أبادهم الله. وهناك عرب عاربة كانت منهم بقايا، وهناك عرب مستعربة رسولنا منهم، مستعربة أي تكلمت بالعربية لكن أصولها ليست من العرب. فإنكم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام جميعا، وإبراهيم ليس بعربي وإسماعيل ليس بعربي. إذن هذه العرب المستعربة، حتى تعلم إذا قلت لك الفضل للعربية وليس للعرب تقول أنت تطعن في رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أصل عربي. إذن ما المشكلة؟ المشكلة أنك تقول وتعتز أنا من المسلمين، لأنك إذا اعتمدت على العرب وكلك الله إلى هؤلاء العرب. انظر إلى حالهم، أول من يساهم في حرب الإسلام وفي إبادة المسلمين بأمواله وبتواطئه وبتحالفه وبتغامزه، لماذا؟ لأن الشعوب إذا تحررت وعلمت الحق هذا يهدد كراسيهم، لا أقل ولا أكثر، الكراسي والمصالح. فإذا لا تقل أينكم يا عرب، قل أينكم يا مسلمين. إنك إن ناديت بالقومية العربية قسمت نفسك، أنت تنتمي إلى أمة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها. اعتبر نفسك واحدا من المسلمين الذين يعيشون في الصين، ومن الآلاف الذين صلوا صلاة العيد في موسكو. هؤلاء إخوانه في الشيشان، في داغستان، في أذربيجان، في طاجكستان، في السودان، في الصومال، في فرنسا، في العالم أجمع، في أندونيسيا وفي تركيا. أنت تنادي أمة أعزها الله عز وجل، والذين ماتوا في غزة وفي غيرها ماتوا ظلما فإن الله عز وجل سينتقم لهم، والذين ماتوا شهداء سيرفع الله عز وجل درجته ويغفر ذنبه ويشفعهم في 70 من أهله. لا تحزن عليه، لأن الله عز وجل قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات،
بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحزن، لا تحزن على أهل غزة، والله لقد رأيت فيهم أمرا عجيبا، إنهم يستعدون للموت أكثر مما يستعد له غيرهم. يخرجون من بيوتهم وقد تطهروا وتابوا وصلوا إلى بارئهم وينتظرون الشهادة ويحتسبونها عند الله. ما أعجل صبرهم. إنما تسمع من أفواههم الحمد والشكر لله. أراد الصهاينة أن يؤلفوا أهل غزة على مجاهديهم وعلى درعهم الواقي أهل المقاومة، ولكن هيهات هيهات، والله إنهم صابرون محتسبون إلى ربهم راجعون. وقال الله عز وجل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الخطاب كان للصحابة رضي الله عنهم الذين فقدوا أصحابهم وإخوانهم في غزوة أحد. يقول الله عز وجل لهم إن تكونوا تألمون، إن تألمتم أنتم بحزن أو بجراح أو بفقد حبيب أو بضياع مال فإن أعداءكم الكفرة كذلك يتألمون بفقد حبيب أو قريب أو بضياع مصلحة أو بخوف. أنتم تتألمون وهم يتألمون فأنتم سواء، ولكن عند الله لستم بسواء، فإنكم ترجون من الله الجنة والمغفرة والرضوان وهم ليس لهم إلا جهنم والنيران. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وكذلك هذا الحزن والألم الذي يعتصر قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها سيكون لهم بإذن الله مغفرة ومحوا للسيئات ورفعا للدرجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا حزن ولا نصب حتى الشوك يشاكها إلا كانت سببا في مغفرة ذنوبه. وإن تألمنا وإن اعتصرت قلوبنا ألما وإن تفطرت أكبادنا على إخواننا في غزة لكما يقول الجاحدون المنافقون يقولون عنهم بأنهم أهل تخريب وأهل إرهاب. أنتم أهل الإرهاب. بالله عليكم، مدينة هي مدينة وليست في دولة، مدينة محاصرة من السماء ومن جهة مصر الأعداء. ولا أقول كل الشعب، ولا أتحدث عن الشعب، ولا ولذلك لماذا لا تقول كل الشعب؟ لأنه يوجد في شعبه المنافقون الذين تحالفوا مع الانقلاب، الذين حاربوا أهل الحق وحاربوا الشرعية التي يزعمونها هم الديمقراطية المزعومة الكاذبة. قلت لكم حصار من السماء وحصار من جهة الأعداء وحصار من جهة الماء، ولكن الله عز وجل فوق الجميع. ربك عز وجل قوي ومنتصر إن شاء الله. وأبشركم لأن الله عز وجل قد جعل هذا الابتلاء لأحب عباده إليه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يقول الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. والنصر أنواع، النصر أنواع. قد يقول قائل أين هو النصر؟ أين هو النصر الذي تقولون؟ نقول له ارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر ماذا يقول العلماء في غزوة الأحزاب ويسمونها انتصارا. لماذا؟ لأن العدو لم يظهر بما كان يريده. الصهاينة أرادوا دك المجاهدين وأرادوا تثبيط عزيمتهم وعزيمة شعبهم،
لكنهم ما زادوا إلا تماسكا وما زادوا إلا شراسة في القتال، وأصابوه في مقتل، ضربوه في تل أبيب، وضربوه في عدد من المدن. وقد اطلعت اليوم على أن المجاهدين قد أسروا يهوديا جديدا اليوم، قد أسروا يهوديا وجن جنون الصهاينة وهم يبحثون عن هذا، عن هذا الضائع، عن هذا الجندي المسكين الذي لا حول له ولا قوة، مدججون بأعتى الأسلحة وسلاحهم المتطور، قبتهم الحديدية، ذلك كله عند الله عز وجل لا يساوي شيئا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والله عز وجل سينصر جنده. وأقول لأهل غزة لو كان يصلهم صوتي، لا تنتظروا النصر من عربي ولا من فرنسي ولا من إنجليزي، كلهم ملة واحدة إلا من رحم ربكم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يبعدنا عن كل شر، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قو إيماننا، اللهم قو عزائمنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة وإخواننا في سوريا، فإنه يوجد في سوريا أهل حق. هناك خلط في أرض سوريا، ولكن لا نقول بأنه لا يوجد أهل حق، ولكن يوجد في سوريا أهل حق. نسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم التخريبيين التكفيريين وعلى الصفويين، فإنهم بين نارين، بين نار الدولة الإسلامية المزعومة وبين نار الصفويين الشيعة المنقوتين. نسأل الله أن ينصرهم عليه، وإن اختلفت رايات أهل الحق نسأل الله أن يجمعها، نسأل الله أن يجمعها وأن يجمع قلوب أصحابها على الحق. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم. اللهم انصر إخواننا في مصر على الأعداء المنافقين، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر أهل السنة في العراق على التكفيريين والصفويين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ملك البلاد وأميرها لطاعتك ولما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى الخير، اللهم أقر عينه بولي عهده، واشدد أسره بأخيه الرشيد، ووفقه وأسرته وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح للعباد وخير لهذه البلاد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب